يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. في مالي مشاهدين بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 32، الصغرى فيها 22، الأسكندرية 30 23، مطروح 29 22، بورسعيد 30 23، الإسماعيلية 31 21، أما محافظة السويس العظمى فيها 32، الصغرى فيها 23، العريش 30 22، طابة أيضا 30 هي العظمى، أما الصغرى 24، شرم الشيخ 36 26، الغردقة 36 25، محافظة الأقصر العظمى فيها 38، الصغرى فيها 24، أسوان 38 26، الوادي الجديد 37 25، حلايب 35 27، شلاتين 37 27. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع